صباح الخير من جديد. أقام اتحاد المرأة السورية مهرجانا عائليا بعنوان بصمة مغترب على مدار يومين في مدينة اسطنبول التركية. نعم، المهرجان نظم بالتعاون مع جمعية اللمة السورية والهلال الأحمر التركي، وتخلله فعاليات ثقافية وفنية وأيضا ترفيهية. تفاصيل أكثر عن الاتحاد وأيضا المهرجان مع عائشة كامل، مسؤولة الإعلام في اتحاد المرأة السورية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا صباح الخير. يسعد لي صباحكم وشكرا كثير لهالاستضافة الحلوة ولقناة سوريا. ست عائشة، بدنا نعرف منك أكثر عن موضوع الاتحاد، خبرينا عنه، عن نشأته، الفعاليات اللي بيعملها والقضايا يمكن اللي بيستلمها اللي بتخص المرأة. الاتحاد بالأساس هو مؤسس من فترة طويلة، من 3 سنوات، لكن ما تم العمل فيه بشكل فعلي. هو تأسس كهيكلة عامة لكن ما حد اشتغل فيه. من حوالي شهر فقط تم إعادة هيكلة لهذا الاتحاد وإعادة بمجلس الإدارة. تم تعيين رئيسة ونائبة وأمينة سر وخمس مكاتب فيه. كل مكتب بيختص بأمر معين بتهم السوريات هون بمدينة بتركيا. حاليا يعني التركيز فقط على ولاية اسطنبول. المشاريع المستقبلية إن شاء الله عم نحاول إنه نمتد لباقي الولايات التركية ومشان نعرف المرأة السورية المكاتب بشو مختصة، شو ممكن تستفاد المرأة اليوم باسطنبول؟ أكيد نحن عملنا المكاتب كرمال إنه كل واحدة فينا تتفرغ لعمل محدد. فأنا مثلا مسؤولة الإعلام مختص بس بمجال الإعلام. في عنا المكتب القانوني، هذا وجوده جدا مهم. أي سيدة عم تتعرض مثلا لتعنيف أو لقصة أو لمشكلة هون باسطنبول، ما بتعرف حقوقها شو إلها شو عليها، ما عندها المقدرة المادية أن تستشير محامي، فنحن بنأمن لها المحامي أو الاستشاري القانوني يلي بتقدر أنها تتواصل معه بكل سهولة بشكل مجاني. بيكون بشكل في حال مجاني مكان لديها وجميع اللي معنا بالاتحاد متطوعين. العمل حاليا كله تطوعي. إذا حاليا متوفر الشق الإعلامي والشق الحقوقي، ما يشق مثلا الموضوع مثل ما بنعرف في كثير من السوريات الموجودات باسطنبول في حال ما كان عندها مركز تقعد فيه او ممكن تعرضت للعنف من زوجها، فتحتاج لحدا يحتويها لفتره زمنيه ممكن ما تكون طويله او تكون قصيره. هل موجود؟ موجود. نحن بالتعاون مع الجمعية العربية برئاسة الأستاذ متين توران دائما عم بيحاول يتواصل مع الحكومة التركية بأمل لنا كل هاي الخدمات. حتى المهرجان اللي قمنا فيه مبارحة واللي قبل خلال يومين تم بالتعاون مع الجمعية العربية واللمة السورية والهلال الأحمر عن طريق أستاذ توران وتواصله مع الحكومة. قدرنا ناخذ المكان اللي هو ملعب كرة جمرك، مركز الوفاء للشباب والرياضة. طب قبل ما نبدأ بالمهرجان، مين الجهات التركية اليوم اللي بتتواصلوا معها واللي عم تدعم الاتحاد؟ هلأ حالياً نحن قلنا شهر واحد بس مبلشين، تم إعادة الهيكلة خلال شهر واحد، فالأمور يلي نحن عم نحتاجها حالياً الأستاذ متين هو عم يتواصل معه. هلأ بالنسبة للأمر يلي عملناه، نحن احتجنا التواصل مع بلدية اسطنبول الكبرى وبلدية منطقة الفاتح. ولما عم تحتاج أي سيدة مثل ما ذكرت عندها مشكلة أو قصة أنها تتواصل معنا، فنحن عم نحاول نتواصل. بس نعرف الناس الأستاذ متين، الأستاذ متين توران هو رئيس الجمعية العربية هون باسطنبول. تماماً. طيب نحكي شوي عن المهرجان، مع انه موضوعنا الرئيسي هو المهرجان، هو اصلا خلق المهرجان لتعريف السيدات والسوريين على الاتحاد النسائي اللي هو راح نقول عمره شهر، لانه هو صحيح مثل التسجيل لكن ما كان له نشاطات واضحه على ارض الواقع وجمهور حاسب على ارض الواقع بده شيء موجود على ارض الواقع. المهرجان كان يومين، بلش اليوم الاول، شو هي النشاطات ضمنها اليوم الاول؟ هو كان عبارة عن يومين متتاليين، السبت والأحد. هو كان عبارة عن تعريف لاتحاد المرأة. أغلب الناس لما سمعوا باتحاد المرأة كلهم يسألوا إمتى تأسس، في كتير إشارات استفهام على الموضوع، إمتى صار، مين ترشح، مين انتخب. فهي القصة كرمال هيك عملنا هذا المهرجان. فكرنا نعمل بازار للسيدات بالبداية كفكرة تعريفية، فلقينا الموضوع كتير روتيني وكتير في سيدات عملوا، فكرنا نكبر القصة لمعرض. بعده بالأخير استقر الموضوع أنه نحن نعمل مهرجان ضخم كبير يضم فعاليات كتير كبيرة ومبادرات. لما بلشنا نعلن عنه كتير في جمعيات يعني حاولت أن تدعمنا، رجال أعمال، أصحاب معامل، أصحاب مطاعم بادروا، كان العمل كله تطوعي. باليوم الأول يوم السبت كان الافتتاح الرسمي الساعة 2، بلش بكلمات للسيدة هند عقيل رئيسة الاتحاد، الأستاذ متين رئيس الجمعية العربية اللي كان دعمنا وكان معنا خطوة بخطوة، كمان بيت الفن العربي كمان كان معنا ودعمنا. الفعاليات بحب أذكر منها كانت كتيرة وغنية ما شاء الله. في عنا مبادرة المهنة سند برئاسة
الأستاذ أحمد هيتلاني قدم تعليم الخياطة، هي عبارة عن دورة لعدة أيام والتسجيل لهلأ متاح. أنا بحب أدعي كل حدا حابب يتعلم هاي المهنة من الألف إلى الياء، بيقدم لهم المكانات لوازم الخياطة بشكل مجاني، بشكل مجاني ومو خاصة بالسيدات فقط، حتى بالشباب، أي حدا حابب يتعلم هاي المهنة وتكون سند له بالحياة فبيقدر أنه يسجل حاليا. الدورة متاحة. في فعالية أو نقدر نقول عنها مبادرة لعيادة سمايل كانت بعنوان خصمك على قد عمرك مشان موضوع تجميل الأسنان، أما بالنسبة للأطفال الأيتام فكانت مجانية بشكل خصمك كامل. خصمك على قد عمرك؟ أبد خصمك على قد عمرك. يعني ما كان كبير بيجي خصم أكثر. ها أنا ما دارك عم أقول ليش ودخل أسنان وخصمك على عمرك. هي ميزة يعني، فإنه كل حدا قد عمره بيكون الخصم، أما بالنسبة للأطفال الأيتام فكانت مجانية. يعني يمكن أكثر شيء ربحوا معنا الستينات يعني التركيبات. بس ما بنعرف إذا 50% ولا 50. لا خلص أنا خصمك على عمرك بيكون بالمية. بالمية بالضبط. فبدي وجه لهم شكر لعيادة إسماعيل للأسنان. كان في فقرات فنية، في كثير ناس حبت إنه تيجي تغير جو. كان في معنا الفنان أسامة حجاج مطرب مصري صوته جميل جدا كمان بوجهه لتحية. في معنا فقرة للشاب المصري المحبوب على السوشيال ميديا معاذ محمد كمان أجا عمل أجواء كتير حلوة، وبالإضافة لفقرات الكريم وتوزيع الشهادات على رائدات الأعمال. وما بدي أنسى نهائيا قسم البازار رائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة. كان يعني كان المهرجان منه تعريفي للأعمال، ومنه كان في مبادرات كسبت الناس منها أنه يمكن صحيح. تتدرب أو تتأهل لشيء معين أو حتى أنه تكسب مهن، وكان في جوائز ترويج للسيدات لأعمالهم قسم يعني البازار. أهم شيء موضوع البازار وفعلا ركزنا على الأعمال يعني. صحيح كثير مهم، كثير مهم اليوم للسيدات السوريات خصوصا اللي عم يشتغلوا بإيدهم. مهنة يدوية حرف فنية كان في، بالإضافة لطاولات اللي مختصة بالأطعمة والطبخ والحلويات السورية. والموضوع المشاركات ما اقتصر بس على سيدات السوريات، كان في معنا سيدة مغربية مصرية سعودية عربية كان يعني في يسمح. طاولة مميزة كانت برسم الحنة والنقش سيدة سعودية كانت موجودة معنا. هاي دايما بيكونوا موجودين. ففعلا كانت طاولتها مميزة. فالموضوع هو الاتحاد للمرأة السورية، لكن موضوع البازارات والمهرجانات بيقدر يشارك فيها أي حدا من الجاليات العربية. جميل لكل المرأة. بالضبط. طيب هلا حكينا عن المهرجان وحكينا عن الاتحاد النسائي اللي مدته شهر، هل حطيت خطة للاتحاد النسائي؟ لأنه نحن فعلا بحاجة لاتحاد نسائي يدعم المرأة. صحيح. يعرفها حقوقها وواجباتها ويدعمها فعلا على أرض الواقع. يعني لما المرأة السورية بتعرض لمشكلة يكون في جهة تتوجه لها، وفعلا يعني مو فقط أنه كلام أنه خلاص بنوصلك بفلان وفلان، هل هو قادر أو غير قادر. هالشي كتير عم نتعرضه بحياتنا اليومية. هل حطيت خطة طويلة الأمد للشغلات اللي أنتوا لازم تعملوها بالاتحاد النسائي حتى تنهضوا بهذا الاتحاد؟ إن شاء الله نحن عم نرسم طريقنا إن شاء الله خطوة بخطوة. يعني حيتم التواصل مع الجهات التركية اللي موجودة هون تباعا، مثل ما خبرتك عن طريق الأستاذ متين عم يحاول يتواصل لنا معهم لحتى أي شيء ممكن أنه نتعرض له أو أي سيدة ممكن تحتاج أي أمر يكون الأمر محلول بالنسبة لنا. لكن هو وليدة شهر واحد، نحن بشهر واحد انضغطنا كتير حتى أن نعمل هذا المهرجان. تكون عافية طبعا تحسن لكم. الله يعافيك. فعلا يعني كنا مضغوطين نحن ككادر كامل، نحن كنا عبارة فقط عن 5 أشخاص منسقين. فكان الضغط كتير كبير علينا بهذا الشهر. مشاريع مستقبلية أكيد فيه وراسمينا طبعا، بالإضافة للمهرجانات اللي نحن عم نحاول أنها تكون دورية ودائمة، لأن بتدعم كتير السيدات والمهن الحرفية واليدوية. أكيد. بالنسبة لموضوع الحكومة التركية أكيد هي الدعم الأول والأكيد لألنا، الدعم الأول والأخير. فلذلك عم نحاول أنه دائما نتواصل معها بهاي الفترة القادمة لنقدر أنه نأمل أكبر عدد ممكن وأكثر استفادة يمكن أكثر لكل الموجودات اليوم باسطنبول. شكرا لإلك عائشة كامل مسؤولة الإعلام باتحاد المرأة السورية، ويعطيكم ألف عافية وإن شاء الله نتواصل معكم بنجاحات مستقبلية إن شاء الله دائما. شكرا لك عائشة. شكرا لكم لقناة سوريا.